بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله، معايا أنا نهى سعدي من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر، ساعة خفيفة لطيفة تتعلموا فيها الكثير. تواصلكم معنا على 012-616-1100، رسائلكم على 055-66-89-01. معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظامه أي أو إس، أدخل على متجر أبل أو أبل ستور، حمل تطبيق ألف ألف أف أم، معك جهاز نظام أندرويد أدخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، قناة اليوتيوب كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم، سناب شات على ألف ألف أف أم لايف. وزي ما إحنا متعودين يوميا بيكون معانا الضيف، وضيفنا بيكون من النخبة، والنخبة فقط من الأطباء في مجالهم. اليوم معانا من مجموعة أندلسية الدكتورة ولاء زهير، أخصائية التغذية، وحنتكلم زي ما عدتكم الصباح لكم موضوع جدا شيق، كيفية المحافظة على الوزن المثالي وبدائل الدايت للسيد. وحسألها ليه للسيدات، يعني بدأ الدايت ما تنفع للشباب. دكتورة ولاء كيف حالك؟ يا هلا فيك، يسعد صباحك أستاذة نهى، ويسعد صباح المستمعين جميعا، وبشكركم كتير سعيدة بتواجدي بالإذاعة المتألقة دائما ألف ألف أف أم. قبل ما نوصل للوزن المثالي في معاناة رهيبة بتحصل، صحيح. وبعدين كل ما نقرب منه المعاناة دي كأنها بتزيد. درجة أن الشخص يستسلم لوزن مثالي جديد، يعني هذا حدي خلاص، هو أنا كده نبدأ نكذب على نفسنا ونقول أنا عظامي تقيلة لأن أنا بتمرن، لأنه أنا عضلات. هذا المهم إحنا نقنع نفسنا بأي طريقة أنه وصلنا للوزن المثالي. كيف أحسب الوزن؟ كيف أعرف أنه هذا هو الوزن المثالي لي؟ أنا في مرة من المرات حسبتها عشان نكون صادقين في الحلقة مع المستمعين، حسبتها ولما وصلت له كنت مرة نحيفة بزيادة بطريقة مزعجة. حلو، تمام. إيش اللي حصل هنا؟ أنت جربتي بنفسك. شوفي هلا، بالنسبة لمصطلح الوزن المثالي، أنا غالبا طبعا حاعطي رأيي الشخصي وبعدين حأشرح كيف ممكن نحن مثلا نحسب الوزن المثالي. بالنسبة إلي أو لأغلب أخصائيين التغذية، ما في شيء اسمه وزن مثالي، مثل ما تفضلت لي حضرتك، في شيء اسمه جسم مثالي. لما احنا نوصل لا معقول، لما مثلا بيكون رقم على الميزان، مثلا وزن لما بنوزن على الميزان بيكون في رقم طبيعي متناسب مع الطول، بس شكل جسمي انا مو مرتاحه معه، بيكون في دهون مثلا متراكمه باماكن معينه مثل البطن. غالبا احنا النساء بيكون منطقه البطن والأفخاد، يعني فغالبا بيكون شيء مزعج، والأكتاف كمان على حسب كل الجينات كل شخص سبحان الله. فلما بيكون عضلاتي قليلة ومقارنة بالدهون بتكون الدهون نسبتها أعلى، هون بيكون أنا عندي أوكي وزن مثالي بس جسم غير مثالي. أنا لما بدي قرر أوصل للوزن المثالي بحاول قدر المستطاع أنه أنا أشوف هل أنه أنا جسمي متناسق، تناسب أنا عم باكل أو عم بتناول أكل صحي. طبعا هلأ في معادلة نحن بنستخدمها كأخصائيين تغذية حتى نحسب الوزن المثالي بالنسبة لنا، اسمها مؤشر كتلة الجسم أو BMI، تمام، Body Mass Index. طبعا كيف بيكون حسابها؟ غالبا بنحسب الوزن على الطول بالمتر تربيع، بيطلع عنا رقم. هذا الرقم بيكون طبعا إذا كان مثلا أقل من 18.9 طبعا بيكون الوزن عندنا أكيد الشخص نحيف عنده نحافة. إذا كان بين 18.9 و 24.9 يكون الشخص يس عنده وزن مثالي. طبعا احنا هون البي ام اي ما بيتكلم عن شكل الجسم، بيتكلم عن الوزن على الميزان، بس احنا قدر المستطاع يس بنحاول انه احنا نقرب الموضوع. إذا كان بين 24.9 و29.9 بيكون الشخص عنده زيادة وزن، لسه ما وصل للسمنة بس بالطريق يعني. فوق 30 طبعا بيكون بيبدأ نحن هون في عنا سمنة مفرطة، زيادة أو سمنة مفرطة. طيب اللي حبيته في اللي تقال الآن، يعني مقدمة جدا جميلة رائعة، يعطيك العافية، إنه الوزن المثالي هو جسم متناسق الشخص راضي عنه وما يحس إنه يعني هو لو قصير زي حالتي كده، يعني قصير يعرف انه يكون بين السمول والميديوم يكون مرتاح فيه، خلاص هذا هو وزنه المثالي. بس في حتى حابه اوضحها اكثر، يعني انا ما اعرف، انا حمسك جسمي انا ما اعرف هذا عضل ولا دهون، احنا ما بنعرف. في ناس جسمهم مشدود والكتله العضليه عندهم ضعيفه جدا، بس الجسم نفسه الجلد مشدود، كيف اعرف؟ صحيح.
شوفي نحن لما بيجوا لعندي البيشنت انا بعمل لهم في قياس مكونات الجسم عن طريق جهاز الانبودي نوعا ما، يعني تقريبا مثلا هو ممكن يكون دقيق لحد 90%. اوكي بيظهر لنا قديش عنا نحن نسبه العضلات قديش، نسبه الدهون قديش، حتى لو كان في عنا احتباس سوائل بالجسم كمان بيبان، لانه كمان السوائل بتعمل وزن عالي على الميزان. تمام وممكن الشخص يكون عنده مثلا وزن مثالي بس سوائل يس. هلا حاحكي كمان بالموضوع بعد شوي يعني. فهون الجهاز طبعا بيعطينا فكره نوعا ما عن الموضوع. تمام فبعدها بنصير بنعرف التارجت تبعنا، انا حتى بيبين لك قد في عندك مثلا دهون في اماكن معينه بالجسم. مثلا في ناس مثل ما قلت لك متراكمه بالايدين بالبطن، في خاصه الدهون الحشويه كمان بيبين لك نسبه الدهون بالبطن بالنسبه للخصر هل هو طبيعي او لا. فلا بالعكس يعني الجهاز بيعطينا ديتيلز كتير كبيره، فعلى اساسه كمان بيساعدني كتير انه انا احدد الهدف للشخص. شخص بيعرف حاله هو وين. تمام وخاصه كمان مع الناس اللي بيمشوا مع بيرسونال ترينرز بيكون بدهم يعرفوا هل انه هن ماشيين يعني على الطريق الصح ولا لا، نسبه العضلات بعد قليله عندهم. فيعني لا في دكتوره في حاجه اسمها فعلا انه احد ممكن تكون عظامه كثيفه وفعلا تاخذ وزن انا اشوفه غير منطقي انه يكون وزن غير منطقي، هذا هو اللي اقصده فعلا ممكن احد صحيح. عظامه خفيفه فعلا يس صحيح. حتى يعني في كثير اشخاص بتلاقي نسبة العظم عندهم أو كثافة العظم عندهم عالية، بيكون عندهم يعني حتى عرض بالجسم، فهذا كمان بيلعب دور كبير. فهدول الأشخاص يعني أفضل أنه هن ما يزيد وزنهم عن الوزن الطبيعي حتى ما يزيد كمان يعني الشكل عندهم بيبقى غير متناسق بزيادة. يعني على عكس الأشخاص اللي ممكن أعظامهم تكون نوعا ما رفيعة ما بيبان كثير فيهم. ده أنا عندي شوية أسئلة للدكتور ولا يعني أنا هذا من الأمور اللي جدا جدا تشغلني، لأنه أنا من الناس اللي خضت تجارب جدا كثير وفي النهاية لقيت أنه فعليا كلمة وزن مثالي ما عانت لي أي حاجة على الميزان. حناخد رأيها حنعمل زي تشخيص كده قدام المستمع ويستفيد منه، أنا أعرف حيستفيدوا منه كثير. بعد الفاصل خليكم على السمع. يعني الدكتورة ولاء أحب أقول لكم جدا جميلة، يعني قلبا وقالبا حقيقي سنة جدا رائعة جدا جميلة، بالها جدا طويل، وهذه من الأشياء اللي إحنا نحتاجها في أخصائي التغذية، لأنه إحنا من يوم ما يقول لا كده ما ينفع وحتوصل كده ويبدأ يعطينا أرقام ويبدأ يعطينا، قلت لك تحت لو كنت صريحة معاكي مرتبط عندنا بأنه حيخليني أكل أكل أنا ما أحبه وحيكلفني في أكل أنا ما أقدر أشيل تكلفته. صحيح. ما هو اللي موجود في البيت ولا هو فبتتعبنا هذه المنطقة. عرفت لنا الوزن المثالي بصورة جدا جميلة وجدا سهلة، سهل على أي شخص يقدر يقيمها. حلو. طيب الآن أنا عشان أوصل للوزن المثالي خلينا نقول إنه الحمية موجودة، الدايت موجود موجود. حلو. طيب الكارثة فين تيجي؟ طب أنا حفظت. أنا حفضل أكل نفس الأكل القليل ولا إيش حيحصل هنا؟ أنا وصلت للوزن المثالي وراضي عن نفسي، إيش أعمل هنا؟ هذا أكثر سؤال بنسأله، لأنه هذا السؤال المنطقي. أخاف أفضل أكل كذا. يس هذا السؤال المنطقي، أنا بعد ما أعمل دايت ومثلا أوصل للوزن المثالي هل أنا حبقى على حمية كل عمري؟ أكيد لا. تمام؟ بس بحافظ عليه. برافو. تمام هون بيجي خلاص أنا أوريدي عودتك كيف تاكلي أكل صحي، كيف تمارسي رياضة، صار روتين حياتك. أنا بحاول قدر المستطاع أن تكون حتى بالبرامج الغذائية عندي تكون موزونة ما فيها حرمان، كرمال خلص أنا عود على نظام حياة صحي مش فترة معينة نحن ننزل فيها الوزن وبعدين خلص. تمام فهذا الصح. فأكيد أي إنسان طبعا بده يعيش حياته طبيعي، بده يصير يعني أكيد في وجبات حرة أو الوجبات الأوف اللي هن مثلا وجبات مفتوحة اللي نحن نقدر ناكلها نشارك فيها عائلتنا مناسبات أعياد، أكيد هذا الشيء حيكون وارد. بس هون بيجي الكنترول. أنا أوريدي تعودت خلال فترة نزولي للوزن أنه أنا أعمل كنترول على هاي الأساس، صير بالعكس يعني مثلا أحدد أو أعرف إمتى أكل الوجبة الغير صحية. تمام وبنفس الوقت أنا عم بلعب رياضة أنا هيك ما بحملهم حتى لو زاد الوزن. يعني هلأ ححكي كمان بعد شوي بآخر اللقاء بالتفصيل. يس
بيصير أنا برجع للوزن اللي كنت عليه بسهولة، بينما أترك حالي مثلا خلص أوصل للوزن المثالي بعدين أرجع لحياتي السابقة وكل يوم عم لخبط وكل يوم وما في تمارين وهيك، حيزيد الوزن 10-20 كيلو، عاد بدي أرجع مرة تانية نزلهم، حيكون في صعوبة بالموضوع. فلا، من البداية أنا أسيطر على الموضوع، لا أفراد ولا تفريد، عشان يكون نمط حياة سهل. طيب دكتورة، ذكرتي نقطة تخليني أسأل سؤال مرة أنا شغلني فترة. طيب أنا بتعود على أكل صحي وكان مو بالنسبة لي صعب، لما بدأت أنا أسويه في المطبخ، يعني أحط الأشياء اللي أنا أحبها، أضيفها، أنقصها، أزودها، ما في حاجة طلع اسمها حرمان، لا من ملح ولا من سكر، طالما الشخص، يعني أنا أقصد هذا، إحنا بنتكلم على شخص عادي طبيعي ما عنده أمراض مزمنة لا ضغط أو سكر. أكيد. لما فتحت بوجبات ورجعت شوية انشغلت كده شوية، فاضطريت أكل الجهاز الهضمي جدا تعب، لأنه خلص يعني إيش ريحتيه فترة، ما ريحتيه فترة. شوفي الجهاز الهضمي كيف بيتعب، شو أسباب اللي هي بتخلي الهضم عنا بيكون سيء؟ الدهون العالية، تمام، عندنا كمان السكريات العالية، بتكون طبعا هي وجبة يعني مفضلة للبكتيريا الغير نافعة. نحن عندنا بالجهاز يس تمام، هو بالتين. بس هتشوفي وقتها انت لما تبدأ تصيري تاكلي اكل غير صحي او ترجعي لنظامك الاولاني، البكتيريا الغير نافعة او البكتيريا الضارة حتبدأ تنشط، تمام، لانه عم تتغذى على هي القصص. فبيصير شو، يبدأ عندك الاكرميك الغازات، عندك الامساك، عندك الام البطن، يبدأ يتراكم الدهون كمان بشكل اعلى بهي المنطقة، فكل جسمك بيختلف. بينما كنتي فترة مرتاحة عم تاكلي الياف اعلى، طبعا النظام الغير صحي بيكون قليل جدا بالالياف، احنا بيكون بالضبط الالياف عنصر كتير مهم انه نحن نضيفه على نظامنا يوميا، من الخضار، من الفواكه، من الخبز الاسمر، الاشياء اللي هي السمرة، فهذا كتير مهم. فانتي خلص جيتي قطعتيها هاي الفترة، بدأ يرجع عندك اللي هو آلام البطن، كمان شربنا للمي بيكون كمان اخف مع الانشغال، هذا كله اسباب بتلعب دور كتير كبير انه ترجع الامعاء تتاثر يعني بالموضوع. في نصيحه بسيطه اقول لكم هي، وبرضه اقول لكم تجاربنا كلنا نستفيد منها مع بعض. لما حتروح تعمل تحاليل، وانا افضل انه اي شخص مقبل على اي تغيير نمط حياه يسوي تحاليل يشوف هو فين واقف. حتلاقي شويه السكر فيه شويه زياده، حتلاقي نفسك حتى حتلاقي الدكتور التحاليل يقول لك انه يعني انت في بدايه مرحله السكر، انت في بدايه مرحله الضغط، انت في بدايه في حاجات كوليسترول وحاجات زي كده. بتغيير نمط الحياة بغذاء صحي، أخصائي تغذية صحيح ومدرب صحيح ينصحك كيف تبدأ، ما حتروح للدكاترة هذول كلهم، وكل حاجة من هذه الأشياء كلها حتنعدل مع بعض، يعني هي كده يجوا مجموعة. ما أعرف، جملتك جدا رائعة، كثير عجبتني فعلا. الغذاء هو المعدة، هي بيت الداء وبيت الدواء. لو أنت فعليا عملتي كنترول على هاي المواضيع، بصير لا بتعاني من سكر، لا ضغط، لا كوليسترول، هي الأمراض المرتبطة بالغذاء. سبحان الله، السيطرة. دكتورة، لما يعني يجيكي أي شخص، هل بنطلب منه تحاليل؟ يعني هل تبي تعرفي هو عنده مشاكل مزمنة أو يعني الغدة، الحاجات هذه، ولا ما لها علاقة؟ لا طبعا لا علاقة. هلا أول ما بيجي الشخص كرمال نبدأ بداية صح، ومو مثلا بنص الرحله نحن ولا نشوف ولا الوزن ما عم ينزل بسرعه معناتها في اي مشكله. اريد انا بعمل له تقييم تغذوي بالبدايه، شوف شو الاعراض اللي بيعاني منها مثلا، وممكن انا من الاعراض اللي هو بيحكي لي اياها ممكن مثلا استشف شيء فاطلب منه تحليل معين. او من البدايه في عندي 4 تحاليل مهمه اساسيه، تمام، بيكون صورة الدم اللي هي CBC عشان كمان نعرف الهيموغلوبين هل هو ضمن المعدل الطبيعي أو لا. عندنا كمان TSH اللي هي الغدة الدرقية، فبنعرف منها هل في خمول بالغدة هو سبب أساسي لزيادة الوزن من غير أي سبب واضح، تمام. عندنا الفيتامين D كمان كتير بيأثر على نزول الوزن لو كان بالمعدل المنخفض، تمام. وعندنا اللي هو الحديد ومخزون الحديد، هدول الأساسيات. بقيت شغلات طبعا ممكن والله مثلا في عند النساء خاصة، لأنه كمان أنت ذكرتي ليش عند النساء، لأنه أوردي نحن مركز متخصص بالمرأة فمنركز على هذا الموضوع أكثر، بس طبعا الكلام in general يعني. فعند النساء ساعات بيكون في مثلا لخبطة بالدورة، فبيصير من مثلا من راجع طبيبة نسائية ممكن يكون في تكيسات بالمبايض أو أي شيء، هي كل عوامل بتلعب دور. فأنا بطلب منه تحاليل كبداية، إلا إذا كان كمان الشخص
بيعاني مثلا من أعراض معينة كمثلا بشكل سكري أو شيء كمان بطلب تحليل التراكمي للسكري. فلا أكيد في تحاليل لازم تنعمل كبداية عشان نلحق على الموضوع من بدايته. كمان مع الدايت ساعات بينقص عناصر زيادة يعني، فنحن لا منحاول أنه يعني ناخد كل شيء بعين الاعتبار. دكتور، لما الشخص يبدأ هو يألف أو يروح لأحد يعرفه مو أخصائي تغذية ويبدأ خلينا نقول دايت أو حمية، أول حاجة بيعملها قبل ما يقول أنا إيش أبغى أكل وكيف حسوي، بيبدأ يقطع أكلات معينة، يقول لك هذه خلاص ما عاد تدخل البيت، هذه لا حد يحط شوكولاتة قدامي، لا حد يجيب عصيرات قدامي، لا حد يعمل كذا، لا حد يعمل كذا، يبدأ في الحرمان وقطع أشياء معينة. الكربوهيدرات تتغير، ما في حاجة بيضة كله حيصير بني. وا 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 هذا صح ولا خطأ؟ تمام. هلا هو كردة فعل طبيعية لأي شخص فجأة يعني بيصحى على حاله بيشوف الوزن زايد، فبيبدأ بده يحرم حاله. فلي أنا بقول لهم دايما ارجعوا لأخصائية التغذية، هي اللي حتعرف تعطيكم نظام غذائي صح وصحي بنفس الوقت فيه بدائل، لأنه الشخص طبعا أكيد حيصير يتوه. يعني مثلا طيب أوكي أنا مضطرة مثلا عطيتيني نظام أو جدول، هل أنا مضطرة مثلا أمشي عليه بالحذافير؟ لا طبعا، أنا دايما بشرح لهم أنه فيكن تستخدموا البدائل. مثلا والله أنا عندي الكربوهيدرات، طبعا أنا عندي بالبرامج ممنوع نقطع الكربوهيدرات، الله، كثير عنصر مهم لنزول الوزن ولزيادة الكتلة العضلية، تمام؟ فعندنا بدائل كثير لإله. طبعا أكيد ما رح نستخدم مثلا اللي هو المنتجات اللي المعتمدة على الطحين الأبيض واللي فيها أصلا نسبة السكر عالية. دايما أنا بحب أنه مثلا نستخدم خبز الأسمر، بس فيني بدله مثلا بتوست أسمر، بمثلا سامولي أسمر، ممكن مثلا الرز بنقدر ناكله بكميات. طبعا أنا بحط لهم كرمال ينزل وزنهم كفترة معينة، بحط لهم كميات معينة أو كالوري يعني نقدر نحن نمشي عليها. فبس فينهم هن يلعبوا بهاي المواضيع يعني عن طريق انه انا شرحي للبدائل لإلهم. الفواكه عندنا قائمة فاكهة كتير كبيرة، ما في شيء محرومين وما في شيء ممنوع، نقدر ناخده بكميات معينة، تمام؟ الخضار نفس الشيء، البروتينات عنصر كتير مهم، مش انه مثلا والله انا عندي مثلا وجبتي اليوم ملوخية ودجاج انا مضطرة اكل دجاج، لا انا بقدر بدله بلحم، بقدر يس اخذ نفس الكمية ستيك او مثلا سمك، بيض، اجبان، البان، حتى الدهون. النظام الغذائي بيفكروا انه هو خالي من الدهون، لا طبعا، ولازم يكون في دهون بس دهون من مصادر صحية، تمام؟ الأفوكادو، زيت الزيتون، المكسرات، طبعا هي بتحتوي على الدهون الصحية اللي هي الأوميجا 3 والأوميجا 6، فهي ضرورية للقلب وللدماغ عموما. فيعني أكيد العناصر الغذائية كلها موجودة بالبرنامج. فينا كمان بالعكس أصلا ساعات بيقولوا لي دكتورة نحن كنا في أكلات ما ناكلها أبدا ولا نجربها، خليتينا نجرب شغلات جديدة، فعلا بتكون لذيذ. بنفس الموجودة الأشياء في المطبخ في الثلاجة خليها زي ما هي، اللي حيساعدك مرة كثير حقيقي يا جماعة الميزان، ميزان الأكل، لأنه خلينا نقول جرام البروتين بأربع سعرات حرارية، الكاربز بأربع سعرات حرارية، الدهون بتسعة سعرات حرارية، وإنت تعرف إنت إيش تحتاج وإنت إيش تبغى. في ناس بتعمل حاجة اللي هي إعادة تدوير، يعني يقول لك لا أنا أحب أكل وجبة كذا محترمة، فيقوم حارم نفسه يومين، صح، والثالث مجمع محوش هذا صح ولا خطأ؟ طبعا غلط، هيك حسس الجسم. هلأ ممكن شوفي كإنسان غير مختص ممكن يفكر إنه هذا الشيء صح، ليش؟ لأنه نحنا يعني المعتقد السائد بالنسبة لنا إنه يكون قلل أنا الوجبات قدر المستطاع عشان أنحف، وهذا الشيء أكبر غلط بيعملوه الكل، تمام؟ بقول لهم كل ما قللتوا وجبات واكتفيتوا بوجبة واحدة بالنهار، تمام؟ حتى لو كانت مثلا صحية، نحن عم نحكي كنا قبل شوي عن وجبة غير صحية، بس عم بحكي على فرض كانت وجبة صحية، الجسم حس بمجاعة، تمام؟ فهو شو بدأ يصير أي لقمة حتى بالداخلية على الجسم بياخدها وبيخزنها، تمام؟ خايف بالضبط، خايف لأنه أنت ما عم تعطي، بالعكس كل ما أنه أنت عطيتي على الأقل خمس وجبات يوميا، ولا الإفطار بعد بساعتين ثلاثة عطيتي وجبة تانية، بعدها كمان عطيتي وجبة مثلا الغداء، هيك بحس حاله بحس بأمان، برافو عليك، فيتخلص من وبيعلى معدل حرق. جميل، تمام، جميل. حنطلع فاصل جدا قصير يا جماعة، بس قبل ما نطلع فاصل خليني أقول لكم شيء عن برضو هذه التجربة، يمكن
تناسب أشخاص ويمكن جربوها وضبطت معاهم مرة. بس أنا بقولك إنه أنت في دي اللحظة بتلعب لعبة جدا خطرة مع جهازك الهضمي. أنا بقول لكم ترى بين معاناة حتكون بين الإمساك وبين الإسهال، وطبعا هذول منهم اللي يودوا للبواسير والنواصير والمشاكل هذه كلها. بعدين تقول حتصير تتوتر من دي الطريقة بسبب إنه اللي بتعرض لي غيره. فخلينا نضبط نفسنا مع دكتور ولاء اليوم ونمشي على الطريق الصح بإذن الله. خليكم على السمع. مكملين معاكم وظيفتنا اليوم دكتورة ولاء زهير، بنتكلم كيفية المحافظة على الوزن المثالي وبدائل الدايت للسيدات. قبل حتى ما نتكلم عن البدائل خلينا لسه نتكلم عن كيف أحافظ على الوزن المثالي، لأنه أغلبنا بيوصل لوزن معين ومجرد ما يقول كده بيرجع تاني يزيد على طول، وهذا بيسبب إحباط. يعني هو بيكون تأثيره حتى نفسي أكثر من أي شيء تاني. إيش سبب هذه الزيادة دكتورة؟ حلو تمام. هلأ أنا حأحكي من جانب اللي هو الزيادة السريعة عند السيدات خاصة، لأنه هو محور حديثنا اليوم. فهلأ طبعا في كتير عوامل بتأثر على الوزن لدى السيدات خلال طبعا فترة زمنية قصيرة، غالبا بيكون سببها غير واضح تمام، وطبعا بتكون زيادة غير مقصودة تمام. هي العوامل بتكون غالبا مو بسبب زيادة الأكل عندها أو زيادة السعرات الحرارية خلال اليوم، لا بيكون إلى أسباب تانية. أول هي الأسباب ممكن أدوية، في كتير أدوية مثلا في حالات معينة من الأشخاص فجأة بتصير عندهم حالة فجائية بيضطروا يأخذوا أدوية مثلا تحتوي على الكورتيزون. الكورتيزون بيحبس السوائل وبيزيد الوزن على الميزان وبيزيد الشهية أصلا تمام. بالإضافة ل طبعا حبوب منع الحمل كمان بتصير بتساهم في زيادة الشهية. بالإضافة للأدوية النفسية، في كتير سيدات بتناولوا أدوية نفسية بتصير بتخفف عندهم الحركة، طبعا بيناموا كل الوقت. بالإضافة أنه كمان بصير بيتناولوا كميات أكل أعلى من السابق تمام. قصور الغدة الدرقية اللي حكينا عنه قبل شوي كمان بيساهم بزيادة الوزن بسبب لخبطة الهرمونات، وهرمونات الدرقية اللي هي أصلا مسؤولة عن تنظيم كتير قصص بالجسم، لما بتبدأ تتلخبط بصير في عنا زيادة بالوزن. كمان الأرق لما بيكون مثلا الشخص عنده توتر وأرق تمام، بيصير بيزيد عنا هرمون الكورتيزول بيساهم في زيادة تراكم الدهون بالجسم، وبيزيد طبعا كمان عنا هرمون الانسولين كمان نفس بيعمل نفس السبب. احتباس السوائل من تناول الأطعمة اللي فيها أملاح عالية، الأجبان المالحة، الشيبسات، الفاست فود، الشطة، مخللات، هي كلها بتحبس السوائل بالضبط، بتحبس السوائل وبتزيد الوزن على الميزان. طبعا بفترة للأشخاص اللي بيقيسوا وزنهم ولا بشكل يومي، فترة ما قبل الدورة الشهرية كمان بيزيد الوزن عنا، وما قبل الطمس انقطاع الطمس كمان، يعني خلال يعني اللي بنسميه سن اليأس، بدء سن اليأس بيبدأ الوزن بيزيد عنا تمام. بسبب طبعا أول شيء بتبدأ العضلات لابد من دي الزيادة ولا مع الأسف لأنه خلاص بيبدأ في هرمونات كتير عند المرأة بتتأثر، زيادة هرمون الاستروجين. يس هلا طبعا بتفرق من شخص لشخص، لانه كمان تعتمد على عادات الشخص نفسه. والله لا في امراه مثلا خمسينيه لا بتاكل مثلا اكل صحي وبتتحرك اكثر، لا امراه اخرى مثلا تاكل طبعا اكل غير صحي فبيزيد الوزن عندها بشكل اكبر تمام. بس هي الزياده لابد منها مثل ما قلت لك بسبب تغير فيزيولوجيه الجسم عند المراه تمام. وبتبدأ العضلات بتضمر فبتقل شوي شوي صح. كمان متلازمة التكيسات المبايض هي كتير سبب كتير كبير عند السيدات عموما، فبتساهم في زيادة الوزن. طبعا كيف نحن منعالج الزيادة هي؟ نعالجها بمعالجة السبب نفسه. أول ما نبدأ نعالج السبب، إنه ولا نقطع الأدوية مثلا، أو إنه والله نبدأ نأخذ أدوية لبعض الأمراض، نبدأ هون بتخف زيادة الوزن عنا ونسيطر على الموضوع بسرعة. يعني خلينا نقول إنه مع طبيبك أو مع أخصائي التغذية، وخصوصا أنت كسيدة حتى يعني حتكوني في مكان صح، حتى المعرفة لوحدها مريحة إنه مو شيء أنت سويتيه، هو
طريقة أكل غلط، هو ممكن تكون حالة صحية معينة. ما بنقول خلاص تكيسات مبايض تصير خلاص ما حد حتفضلي تتخني أو يزيد وزنك، لا حنحل المشكلة هذه وحترجع الأخصائي التغذية وحتشتغلوا مع بعض لغاية ما هذه المشكلة يتسيطر عليها وتنتهي تماما. مشاكل زيادة الوزن السريع هذه بتكون مسؤولية الشخص نفسه بعد الحمية أو الدائم. صحيح. هل فعلا تقليل نسبة شرب الموية ممكن تكون لوحدها سبب؟ يعني لو قلت كل حاجة بعملها صح بس نقصت. لا هو ما حيكون كثير سبب كبير لزيادة الوزن يعني مع بعد الوصول للوزن المثالي، بس طبعا حيبدأ الجسم بصيبه جفاف، في أي أكيد في أشياء بتترتب على نقصان شرب المي خلال اليوم، بصير في عنا جفاف بالشعر، جفاف بالبشرة، الهضم بيتأثر، الكلى حتى بتتأثر، بصير في ممكن تراكمات الأملاح بالكلى بتكون أعلى، فلا في تأثير كبير بس مو على الوزن بشكل مباشر، يعني ممكن لفترة بعيدة شوي. يعني أشياء ما يعني حتى الوزن دكتورة ما بيزيد بين يوم وليلة. صح. يعني إحنا ليه بنسيب نفسنا المرحلة يعني لغاية ما ندور على إجراء تكميم أو صح. أو بالون أو شيء زي كده، يعني هو ما بيزيد ب يعني أنا ما أعرف، هذه وجهة نظر شخصية، يعني أنا أشوف أنه حتى التكميم أكثر عبارة عن سيطرة على كمية الأكل. صح. فهذا خلينا نسأل السؤال الجاي، مين تأثيره أقوى على الوزن المثالي أو الوصولي أو نزول الوزن أو زيادة الوزن، كمية الأكل ولا نوعية الأكل؟ الاثنين نفس الأهمية. الاثنين نفس الأهمية، دايما نحن بنقول أنه بدنا نعمل توازن بين الكواليتي والكوانتيتي تبع الأكل، فالاثنين مهمين. يعني مثلا أنا إجي استهلك كمية كبيرة من أطعمة قليلة بالدهون، مثلا والله أشرب كمية كبيرة من حليب قليل الدسم، هيزيد وزني؟ هيزيد، لأنه هو كمان فيه له سعرات حرارية، مش إنه شيء ما له سعرات حرارية. يعني الفرق بين كوب الحليب الكامل الدسم والقليل الدسم يدوب 30 سعرة. ما في يعني هذا يخليني أقول لكم ما ينفع تاخذوا نظام الغذائي حق بعض. صح. ما ينفع تكون واحدة جالسة تقول تعطيك الورقة دي اللي هي تقطع أطرافها من كثر ما هي بتطل عليها كل شوية تقوم تقولي أنا شفتها هي نحفت عليها، ليه أنا ما أنحف عليه؟ 200 كالوري أو 200 سعرة حرارية في نظامها زيادة بسبب طولها أو بسبب كل الحاجات اللي ذكرتها وتعبت فيها دكتورة ولاء اليوم، من الحالة الصحية للبادي قياسات الجسم وهذا كله، ممكن كفيلة أنه تزيد وزنك، مش بس كمان تثبته. مش هتقولي ليه أنا ما بنحف، لا هو ممكن كمان تكون سبب في زيادة الوزن التدريجية. صحيح. كل ما نسمعها دكتورة معدة صغرت وصارت ما تتقبل أكل كثير. صح. وفي حد يقول هو معدته كبيرة. صح. لدرجة ما بيمضغ الأكل، بيبلع وبلع يعني. هذه حاجات صحيح يعني حقيقية عند أخصائي التغذية طبيا. صحيح. هذا حقيقة. صحيح. وهلأ كمان بالنسبة للموضوع اللي عم تحكي فيه حضرتك، هلأ طالع موضوع التغذية الحدسية، تمام؟ هذا هلأ ترند حاليا. أنا ما أعرف. لا ما شاء الله عندك بالعكس يعني معلومات جدا رائعة صراحة، وعم تخليني أحكي بقصص أصلا يعني بالعكس، يعني هلأ عم تخليني أنه أنا أتطرق لقصص كتير مهمة. التغذية الحدسية هي اصلا يعني بتركز على هذا الموضوع بشكل خاص، انه الواحد ما يحرم حاله ابدا بس يستشعر الاكل اكثر. يعني مثلا انا بدي عندي وجبه امضغ منيح، اكل ببطء، تمام، ما احرم حالي بس بنفس الوقت كميه الاكل مع المضغ البطيء والبلع البطيء بيصير المعده لحالها خلص تعطيك اشارات الجوع والشبع اسرع، بينما انا عم باكل بسرعه انا ما عم بعطي اصلا فرصه دماغي يعطي انه اصلا انه انا خلص انه ستوب، لا خلص انا ما عاد بقدر اكثر من هيك، لانه عم ياكل بسرعه فهو منه مركز بالموضوع، خاصه الاشخاص اللي بيتناولوا الطعام مثلا قدام التلفزيون او قدام اليوتيوب، فهون بيصير طبعا اكيد بيزيد الوزن بسبب هذا الشيء.
يعني أنا أقول لكم يعني حاجة كمان حنتكلم فيها مع دكتورة ولا أحب أستفيد منها قدر الإمكان. كثير نسمع مصطلحات، أنا أزعل أكل، أنا أفرح أكل، أنا ما أقدر أجلس قدام التلفزيون من غير ما أكل، أنا ما أقدر أروح مشوار طويل من غير ما أكل. نبغى نعرف اليوم بعد الفاصل من دكتورة ولا، هل هذه الأحاسيس كجوع حقيقية، هل هي إلزامية ولا هي مسألة تعود والسلام؟ لأنه كثير فعلا في ناس تزعل ما تسيب الأكل، وفي ناس، أنا من الناس اللي خبر مشكوك في أمره ممكن ما يخليني أكل 3 أيام من التوتر. حنعرف هل في هذه علاقة حقيقية ولا علاقة وهمية إحنا اخترعناها كل شخص لنفسه، أو أخذناها تقليد، شفنا أحد كبير حبينا كثير، بابا ماما خاله عمه، كان في هذا الطبع وأخذته منه. حنعرف بعد الفاصل، خليكم على السمع. يعني أنا نصيحتي لكم، سواء أنت في الوزن المثالي، تحت الوزن المثالي، فوق الوزن المثالي، ما عندك أي مشكلة، عندك 1000 مشكلة، احجز عند دكتورة ولا، بس أرغي معاها، خذ وعطي معاها، تتكلم معاها وخذ رأيها، وأجلس أو أجلسي هذه الساعة بالأصح، يعني أتكلمي وخذي راحتك. أوقات تكون مشكلة نفسية عاملة، يعني حتلاقيها هي تقولك انت ما عندك اي مشكله، انت زي الفل، عندك مشكله هي اللي بتارقك بتاذيك، لما انت بتضايقي انت بيجيكي ارق، لما بيجيكي ارق بتنامي اقل، لما بتنامي اقل بيتلخبط اكلك، انت بيزيد وزنك. يعني حتى حتكون معاكم خطوه في خطوه، وانسانه جدا الحوار معاها ممتع، جدا 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 ممتع. فانا اقول لكم لا تستخسروا في نفسكم انه تعملوا الحجز. والله احنا سمعنا على الهواء انها قالت انه انا جاي ارغي معك، انا اشوف انا صح أنا خطأ. تكلمنا عن الحفاظ عن الوزن، تكلمنا كيف أحافظ عليه، تكلمنا عن تفاصيل جدا جدا جميلة. بس كنا قبل الفاصل بنتكلم في دي المنطقة تحديدا. إحنا ما أعرف إيش عندنا عقدة إن إحنا نتمسك دائما في طبعنا. أنا أزعل أنا أكل مرة كثير، بس أنا فعليا دكتورة ولا، لو ضايقت شوية ما أقدر أبلع ريقة حتى من كثر الزعل. يعني حاجة بسيطة جدا، المعدة كأنها الجهاز الهضمي كأنه ما هو موجود عندي أصلا، مخي ما يعطي أي إشارة، وحتى لو في أحلى أكلة قدامي أنا أحبها مستحيل أكلها. بعكس إني أشوف ناس مجرد ما تزعل يبدأوا يعني. إيش هذه؟ هل العلاقة حقيقية؟ صح، هذا اسمه الأكل العاطفي أو الإيموشنال إيتينج. تمام، هذا الموضوع طبعا أغلبيتنا منعاني منه، أو الكل ممكن أحكي، بس طبعا على حسب طباع كل شخص. تمام، في ناس لما بيزعلوا مثل ما أنت حضرتك تفضلتي، يزعلوا بيأكلوا يعني بتنفتح عندهم الشهية، مثل بيقولوا على قولتنا بالسوري فشت خلق. تمام، بصير بيبدأوا خلص بيأكلوا من غير أي إدراك لكمية الأكل اللي هنا عم يأكلوه، إنه خلص أنا عم فرغ كل طاقاتي بالأكل. تمام، وعلى عكس الأشخاص كمان نفس الشيء منهم، أنا كمان إنه أنا لما بتوتر وبتضايق ما بأكل أبدا نهائي. تمام، فهذا الشيء طبعا كيف نقدر نحن نسيطر عليه؟ تمام، يعني لا إنه أنت لو ما أكلتي صح، ولا إنه لو أكلتي كثير كمية كبيرة، أكيد الاثنين فيهم ضرر على الشخص نفسه. تمام، ممكن ساعات في أشخاص بيكون الحالة عندهم كثير صعبة، أنا بضطر ساهم مع زميلاتي في المركز اللي هن أخصائيين نفسيين، طبعا يبدأوا كمان نعمل كنترول على الحالة، لأنه المسبب ما راح. في ناس عندهم نسبة التوتر جدا عالية، في مشاكل كتير كبيرة بحياتهم، لما حيبدأ شوي شوي يخف المسبب، أنا ما فيني إلا والله لا أنت لو سمحتي ما تاكلي لو أنت زعلت، لا طبعا أنا ما بقدر أنا سيطر عليها، لا أكيد. تمام، أنه شيء غير منطقي، بس بنفس الوقت بحاول أنا قدر المستطاع فهمهم أنه الأكل ما بيجي بيقلك والله سوري لا معلش لا تزعلي، ما بيطبطب عليكي، بيزيد الطين بلة أصلا. بصير خلص بتلاقي حالك أنت كل ما زدتي بالوزن كل ما اكتئبتي أكتر، كل ما زالت عندك الحالة النفسية بالنسبة للأشخاص اللي بيأكلوا طبعا وقت الفرح أو وقت الزعل، يعني فبيكون عندهم نسبة لما الوزن بيزيد طبعا أكيد الموضوع بيزيد السوء عندهم يعني. فلا، هو ساعات مثل ما قلت لك إنه فينا نحن نستعين بأخصائيين هنا شوي يسيطروا على الموضوع، وإدراك الشخص لا يعني سوري أعطاتك كمان الشخص هو كمان بيقدر يعمل كنترول على نفسه يعني.
كتفكير بس انه صحيح. يبدا يفكر بطريقه منطقيه اكثر يتعود. تعود نفسك على الحاجه الصح. نفسك على الحاجه الصح. انت ممكن تروح لاخصائي تغذيه ترى تقول له ما اكل, هيقول لك قديش بتفضل ما تاكل. هل انت بتحرم نفسك بالاسبوع والاسبوعين والاربع والخمس ايام؟ صحيح. او انه في ناس بتتوتر بتاخذ ساعتين ما تضر, ساعتين صح. ثلاثة أربعة خمسة ستة باقي اليوم صح. ما يضر بالعكس, يمكن المعدة تتوتر بالعكس لو أكلت, فيقولك لا أنت بخير روح صح. كلمة شهيرة نسمعها مجرد ما ندخل عالم التغذية, كلمة بدائل. أسمع الكلمة هذه تصير يعني بديل السكر, بديل الملح, بديل وبديل كل حاجه. كل شيء في بدائل على فكره في النظام الغذائي. انا حقيقي بكلمك كذا نقاش دكتور, انا ما احس هذا منطقي. شوفي تصير عندي ثلاجتي وثلاجه العيله في في البيت كذا, تحس ده قسم فلان اللي عامل دايت. اوكي هلا طبعا انت يعني لما انت بدك تتبعي نظام غذائي صحي نوعا ما قدر المستطاع, ما عم نقول نهائي ما نقدر نحن ندخل الأشياء يعني اللي نتعودين عليها كالسكر والملح بأكلنا, بس قدر المستطاع لو في مثلا بديل صحي عنه أنا ممكن أجيب البديل الصحي عشان صحة. أعطيني أمثلة بغض النظر عن موضوع الدايت تمام. خلينا نحكي عشان الصحة بشكل عام. أوكي يعني مثلا أنا بدل ما أستخدم الملح المكرر اللي هو جدا سيء على الجسم, ممكن أستخدم أملاح الصخرية أو الهيمالايا اللي هي طبيعية نوعا ما, تكون مصدره طبيعي مش مصدره صناعي تمام. السكر الأبيض نفس الموضوع, ممكن مثلا استخدم حتى السكر البني على فكرة اعتقاد خاطئ انه هو بديل صحي. ايوه عرفت الحكاية دي من جديد كلهم بيقولوا لي انه بفكروا انه هو البديل الصحي عن السكر الأبيض. لا طبعا ممكن استخدم العسل كمحلي, ممكن حتى هدول المحليات اللي هن ستيف او ممكن مثلا يعني اللي هي المحليات المستخدمون بالدايت ممكن نستخدمهم بمنطقية, بس كمان لأنه هي أشياء مصنعة ما نقدر ما نفرط فيها تمام. دائما الشيء المصنع ما نفرط فيه, فممكن مثلا كبديل الطبيعي مثل ما حكينا عسل سكر القصب. هل نقدر نقول هم دول بدائل الدايت؟ مش مثل ما حكينا مش بدائل نقول دايت عشان الناس ما تنزعج من هاي الكلمة, نقول بدائل يعني البدائل الصحية بأكلنا بشكل عام تمام. طيب بديل الدايت اللي في عنوان حلقتنا اليوم. اوكي انه طيب هو ليش اعمل بالدايت؟ هو ما في شيء اسمه بديل دايت مثل ما حكينا, انه نحن فينا ننوع باكلنا ونقدر ناكل كل شيء بس بطريقه منطقيه يعني. ولو تمرنت انا مثلا يوميا لاقي ما في شيء فعليا اثر علي مثل لو انا افرط في الموضوع تمام. فما في حتى يعني مثل ما حكيتي انه حضرتك انه انا اجيب بس منتجات خاصه فيني بالدايت. اوكي ممكن حاول على فكره حتى منتجات قليله الدسم انا ما بفضل نستخدمها كل الوقت تمام. يعني ممكن مثلا بعد ما خلص اوصل للوزن اللي انا بدي اياه ابدا ارجع للمنتجات اللي كامله الدسم, لانه فيها طبعا الفيتامينات الذوابه بالدهون بتنسحب منا لما احنا بنقلل او يعني بتتصنع اللي هي المنتجات اللي بتدسم بتنسحب منا الفيتامينات الذوابه بالدهون, فبنخسر نوعا ما بعض الفيتامينات المهمه. فلا ممكن ما نستمر عليها فتره طويله, نبدا نرجع للي هو كامله الدسم بشكل طبيعي. هنصحكم نصيحه واحده والله, تحب الاكل مره كثير حقيقي لما تبدأ تخفف وتستخدم هذه البدائل اللي المنطقية اللي قالتها دكتورة ولا هتلاقي نفسك انت تقول هي تكلفتها عالية. انا هقولك على حاجة, انت لازم تستخدمها بنسبة اقل على فكرة. المحليات الكمية الاقل تحلي زي الكمية الاكبر, فهتلاقي نفسك تقريبا اقتربت من نفس التكلفة اللي اساسا بتكلفك. الشيء الثاني اغرف على قدك وانتظر, اعمل الحركه هذه عشان انا سويتها ونجحت معي. انتظر كل الكميه اللي حددتها لنفسك اللي تتناسب مع عدد السعرات اللي هو حق اليوم, واستنى لو لسه ساعه عدت وانت حتموت من الجوع يعني قناعتك انه انا ما اخذت الطاقه اللي انا احتاجها, ساعتها انا اقول لك في روح اخصائي وتكلم معاه وارجع له قل له انا ما استفدت منها. اعطي لنفسك بس ساعه نص ساعه حتلاقيها كفتك. ويمكن دكتور ولا توافقني في انه ابدا يومك بفطور كويس, لا تقول لا الفطور وحش, لا حتلاقي اليوم متوزن. عارف الفطور يوزن اليوم 100%, بالعكس هو الوقود لكل اليوم وبينظم لك كل وجباتك الباقيه. دكتور ولا ابدعتي,
حلقتنا انتهت، لكن حقيقي الحوار معك كأنه ما له ثلاث دقائق بدأ، يعني اتمنيت لو عندنا ساعات حقيقي، لكن إن شاء الله في حلقات جاية نعوض أكثر ونتكلم في التفاصيل أكثر. حبيت أن احنا اليوم ما عملنا تكرار لفكرة أنواع الدايت، بالعكس جبنا الموضوع من الأساس، وإن شاء الله الكل استفاد. في نهاية الحلقة أقول لكم الله يشفي كل مريض ويرحم كل متوفي ويجبر خاطر شخص، كل شخص فقد شخص غالي عليه، حقق لكم أمانيكم ويستجيب لدعويكم يا رب. كنت معكم نهى سعدي على أمل جد لقائي فيكم الأحد القادم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج تيمبو الساعة 11 الصباح. خالد معانا من الكنترول، يعطيكم العافية في أمان الكريم وتوهلوا بعض.